الحكم بأربع سنوات سجنا وغرامة مالية بمئة ألف يورو هو ما قضت به محكمة فرنسية في مدينة مارسيليا بحق جان كلود ماس مؤسس شركة بي آي بي بعد إدانته بالاحتيال في أول محاكمة بشأن فضيحة بيع عشرات الآلاف من حشوات الثدي المعيبة في العالم شملت حوالي 300 ألف امرأة في فترة امتدت من 2001 إلى 2010. وتقول إحدى الفرنسيات التي كنا ضحية استعمال الحشوات لا نبالي بالتعويضات المالية فذلك لن يعيد لنا الصحة الجيدة المهم هو الاعتراف وهذا ما تأخذه النساء في الاعتبار باعتبارهن ضحايا. وتقول أخرى بريطانية أعتقد أن القرار مهم ولكن هذه هي المحاكمة الجنائية الأولى التي يواجهها جان كلود ماس وهي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. إلا أن ماس يقول أنه سيستأنف الحكم ما سيبقي القرار معلقا. كذلك حكم القضاء على أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في الشركة المفلسة الآن بعقوبات تتراوح بين سنة ونصف وثلاث سنوات سجناً.